بدأ كده. ايوه كده تمام يا دكتور. ما كنا وقفنا ايه؟ وقفنا ان الان التيمت بالانسد هتساوي في عندي فورس في الضغط اللي هي سي سي زائد فورس في الضغط الثانية اللي هي سي اس داش ناقص فورس في الشد اللي هي تي. قلنا السي هي عبارة عن 67 من 100، الاف سي يو. طالما بصمم يا جماعة يبقى أنا بقسم دايما في التصميم على جاما سي، لأن في حسابات تانية للبي ألتيميت بالانسد لو أنت شغال في معمل لازم بتشيل الجاما اس والجاما سي. دي مضروبة في مساحة القطاع، مساحة القطاع هي عبارة عن ايه بالانسد مضروبة في البي زائد حديد التسليح الثانوي اي اس داش مضروبة في اف اس داش اف يلد اسف بتاع الحديد الثانوي على جاما اس ناقص قيمة الاي اس مضروبة في الاف يلد على جاما اس. عندنا الاي بالانسد بتساوي 8 من 10 من السي بالانسد. السي بالانسد هي عبارة عن عندي هنا اهوت الابسلون سي يو بتوصل 3 من 1000 فوق جهة الضغط في نفس اللحظة الحديد فيها هنا بيوصل للسترين اليلد. السترين اليلد عند العلاقة بتاعت معاير المرونة في اليلد بتساوي الاستريس بتاع حديد التسليح في اليلد على السترين في اليلد. بس بقسم الاف يلد على جاما اس. يبقى عندك معاير، يبقى عندك الاسترين في اليلد بتساوي الاف يلد على جاما اس. وعندنا معاير المرونة بينزل تحت اللي هو 2 × 10^5. تمام. طيب لو انا جيت شبهت بقى المثلثين، انا عندي المسافة دهيا دي عبارة عن السي بالانس، والمسافة دهيا اللي فتح المايك بس يا جماعة بعد اذنكم يقفل المايك هي عبارة عن الدي ناقص السي بالانس. دي عبارة عن الدي كلها. ممكن اشبه بقى المثلثين، ممكن اقول الابسلون سي يو على، انا كل ده عايز اجيب علاقه بتاعت السي بالانس، الابسلون سي يو على الابسلون ييلد بتساوي السي بالانسد على الدي ناقص سي بالانسد. الابسلون سي يو بتاعتي بتلاتة من ألف الابسلون يلد بتاعتي هي عبارة عن الاف يلد بتاعة القطاع على جاما اس في 2 × 10^5.
من العلاقه ديت راح اطلع السي بالانس عن طريق ان انا اطلع العلاقه بتاعت الدي، اخد السي بالانس دي واعوض بيها في القانون ده. لو جيت بصيت للانتراكشن دياجرام، ده شكل الانتراكشن دياجرام اهو. يعني شكله وحش شويه بس يعني معقول. انت كنت ترسم علاقه ما بين النورمال والمومنت. نقطه البالانسد غالبا بتبقى ابعد نقطه في الكيرف جهه المومنت، ادي نقطه الان التيميت بالانسد. تحت الان التيميت بالانسد ده بيبقى تنشن فيلير، فوق لان التيميت بالانسد بيبقى الشغل بتاعي كومبريشن فيلير. فلو النورمال اللي موجود على القطاع اكبر من البي التيميت بالانسد يبقى عندك وقعت في الكومبريشن فيلير، يبقى الفرد بتاعك غلط وتروح تحل بالانتراكشن دياجرام. يبقى لو النقطه وقعت هنا يبقى ده شغل انتراكشن دياجرام صريح. اما لو النقطه بتاعتك كانت اقل من الام التيميت بالانسد او البي التيميت بالانسد يبقى في الحاله ديت القطاع بتاعك تنشن فيلير وتشتغل بالام التيميت اس ابروش ارخص. انما ينفع تشتغل برضه بالانتراكشن دياجرام، لكن الام التيميت ابروش هو الارخص. تمام كده انا خلصت يا جماعه. ويعني استنى الاخيره دي معلش. لا الأخيرة مش هينفع تتقال تاني لأن الكتابة اللي هي للأسف شفوي اللي هو لو أنا لو الإن لو 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 طلع بترسم 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 الانتراكشن دياجرام قدامك يا باشمهندس. أيوة. النقطة اللي بعيدة قوي جهة المومنت ديت بتبقى البي ألتيميت بالانس. النقطة اللي أنت جبتها ديت نقطة البي ألتيميت بالانس، لو النورمال أعلى منها يبقى في الحالة دي كومبريشن فيلير، قطاع ينهار بالضغط نتيجة ان النورمال اعلى. لو النورمال بتاعك اقل من البالانسد يبقى في الحالة دي تنشن فيلير. الانتراكشن دياجرام بيصمم اي حاجة ولكن في التنشن فيلير بيطلع حديد كتير، فاحنا نفضل في التنشن فيلير نصمم بالام التيميت اس ابروش، ده هو الارخص. تمام واضح كده يا شباب؟ دكتور لو سمحت يا دكتور اتفضل. هو احنا ليه ما اتكلمناش على الشير خالص في الموضوع التانك ده؟ اولا لو انت عندك مجموعه من البلاطات السوليد انت ما اتكلمتش فيها ليه على الشير؟ دايما نعم اتفضل يا دكتور سامعين. دايما ايه؟ هو زميلك قال دايما سيف، طب ليه دايما سيف؟ عشان العرض بتاعها كبير. طيب انا هقول لك انا المعلومه دي بس باسلوب مختلف شويه. لو انت فرضا عندك لوح خشب، لوح ايه؟ خشب. لوح خشب. لوح الخشب ده لو انا حطيته على سيف وقفت فوقه هل يحصل له ديفورميشن؟ لا طبعا. او يعني بالنسبه لو انا حطيته لو انا حطيته خد الدبس الصغير يحصل له ديفورميشن ولا لا؟ لو انا حملت عليه من اتجاه العرض هي هي هيحصل له طبعا. يعني لو انا حطيته كده نايم على البعد مثلا السمك بتاع الـ بتاع الـ بتاع اللوح ده وليكن 2 سم ونص والعرض بتاعه 10 سم، لو انا حطيته على 10 سم وحملته مش هيحصل له ديفورميشن كبير؟ الحاله الثانيه دي حاله البلاطه. الاخطر في البلاطات العزوم لان بيحصل لها ديفورميشن نتيجه العزوم. فانت عشان تسيف الديفورميشن بتاع العزم بتجيب تخانه بتلزم ان انت تسيف الديفورميشن بتاع العزم، فمساحه القطاع فاينل بتطلع كبيره. فبالتالي بتسيف الشير يعني حضرتك عايز تقول كده. فالقطاع الكبير ده بيسيف الشير. انما في حاله الكاميرات انا بحتاج دبس صح وعرض هو نفس اللوح، يبقى في الحاله دي ممكن يبقى الشير خطر في الكاميرات اكتر من البلاطات بكتير.
لو انت عايز تمشيها حسابيا خد اي قطاع من اللي احنا درسناه ده هو واعمل عليه تشيك شيك تمام. هتلاقي الشير اللي عليه اصلا لا يتخطى شير ستريس اللي عليه لا يتخطى 5% من مقاومته اصلا. فعشان كده احنا ما بنهتمش قوي بالايه، ما بنهتمش بموضوع الشير ستريس في حاله البلاطات. نهتم بيه امتى؟ في حاله الفلات سلاب، لان في حاله الفلات سلاب الموضوع بيبقى اصعب شويه في صوره البانشنج، لان البانشنج شير يعتبر نوع من انواع الشير ستريسز برضه تمام. هنا القصة اختلفت، قصتها ايه؟ سبورت هو اللي صغر، يوم كل اللود بيتجمع في المنطقة بتاعت السبورت الصغير ده يوم ممكن يسبب لي مشكلة، لان القطاع اللي هيشيل صغير. فهنا اختلفت القصة، انما الشير في البلاطات بيطلع سيف نتيجة ان القطاع نفسه بيبقى كبير قوي، لانك انت بتضطر تسيف الديفورميشن بتاع العزم بتخانة والعرض نفسه الف. يعني لك ان تتخيل مثلا القطاع الألف عرضه ألف والتخانة بتاعته 150 ملي، ده لو انت استخدمته ككاميرا يعني كاميرا عمقها متر والعرض بتاعها 150 ملي. شوف حمل البلاط عامل ازاي، كلام صغير قوي بالنسبة لأحمال الكاميرات. ده الألف أصلا في 150 ده يسيف في كاميرا على حملها الكبير، ما بالك بقى لما حمل البلاطة ممكن ما يتعداش 1% من بتاع 10% من حمل الكاميرا. في الحالة ديت الشير في البلاطات يسيف كتير قوي. واصل المعلومة دكتور، شكرا. تمام؟ طيب في حد عنده أي سؤال تاني؟ لو سمحت دكتور. اتفضل. هو دلوقتي بالنسبة للخزان اللي عندي بيحصل لي lateral force نتيجة ضغط المية، حلو الكلام؟ طب أنا دلوقتي الحوائط اللي هي ممكن يحصل لها شروخ أو تنكسر نتيجة ضغط المية ده ما قدرش استحمله، لو تعدد الحدود المسموح بها، إيه اللي هعمله عشان أقدر أسيب الموضوع ده؟ ما إحنا نحسب كل خزان هناخده نحسب عليه straining action ونصممه بحيث إن ما يحصلوش المشكلة دي. خلي السؤال ده رحله لغايه لما نبتدي في الخزانات هتفهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام ماشي. طيب الحته اللي عايز اقول لكم عليها، مش احنا بنصمم اصلا الخزانات ان هي ما تشرخش؟ مظبوط ولا ايه؟ مظبوط. احنا بنصممها ان هي ما تشرخش بمعامل امان كمان، مظبوط؟ او شروخ في المسموح، حدود المسموح بيها؟ لا مفيش شروخ اصلا، انت بتصممها بحيث ان ايه؟ انتوا البرزنتيشن ظاهره قدامكم صح؟ تمام. انت عندك هنا مثلا في القطاع ده الاف اكشوال بواحد ونص، يعني هي فعليا على ستريس واحد ونص، بينما هي تقدر تشيل لغايه كام؟ 2.42 بالمناسبه ده بمعامل امان كمان، يعني هي تقدر تشيل لغايه 6/10 جذر الاف سي وبعدها تشرخ. فانت في الاخر ممكن يكون الاكشوال ستريس اللي موجود على القطاع النص نص الاول، مظبوط؟ مظبوط. طب احنا بنروح نحط حديد ليه لما الحديد كده مش هيشيل اصلا؟ بيحط المينيمم بقى عشان الشرينكج والتسديد درجات الحراره وكده. مفيش مشكلة، كنا حطيناه على أساس الشرينكج ما حسبناهوش من الستريننج أكشن. هقول لكم الإجابة لأن دي فلسفة الخرسانة نفسها. الخرسانة نفسها مادة قاصفة بطبيعتها. يبقى الفيلير بتاعها لو حصل يبقى فيلير إيه؟ قاصف. انا بحط الحديد مع الخرسانه بحس ان انا اخلي الفيلير نفسه دكتايل. فلو انت صممت الخزان بدون تسليح
لو قدر له الانهيار، الانهيار بتاعه يبقى قاصف. طيب احنا عايزين نحط حديد ونحوله لانهيار داكتايل اللي هو مش هينهار اصلا، لان القطاع نفسه كبير والحديد ما عليهوش ستريس كبير. ساعه ما يحصل شرخ الحديد بالنسبه لنا هيبقى مؤشر عن طريق الصدى، لكن خزان يقع فكره ما هياش ورد اصلا. فهنا وجود الحديد بيحول لك الفيلير لفيلير له مؤشرات. ده انا ظهرت عندي بقعه في الخزان، بقعه صدى، يبقى لازم اخد بالي ايه؟ ان الخرسانه نفسها فيها مشكله، فيها تشريخ، يبقى انا اخش اتعامل مع الخرسانه. طيب اسالكم سؤال تاني، لو انا جيت على خزان وهمسكه من جوه اعزله عزل تام، اعزله عزل تام ضد الرطوبه، هل انا محتاج هنا اصمم الخرسانه ان هي تشيل لغايه الكراكنج، ولا ممكن اصممها ان هي تشرخ؟ انا كده كده عازل الشروخ. هل هنا اقدر اصمم القطاع ان هو كراك سيكشن، اير سايد سيكشن، يعني زي ما انا كنت بصمم زمان بدل كم الخرسانه اللي انا بحطه في الخزانات ده؟ مش وارد يا دكتور ان الميه تتسرب من العزل نتيجه اي خطا؟ وارد ان الميه تتسرب من العزل نتيجه اي خطا. جدع جدع، انا كده كده في الخزانات اصلا بعد ما بصممها ان هي انكريد سيكشن لازم اعزل. انا بامن كل التامين المتاح، لان انت بتتكلم على خزان، الخزان ده هو منشأ استراتيجي. يعني انت ممكن من اول ما اتولدت مثلا تلاقي خزان الميه العالي اللي موجود في المنطقه بتاعتك اللي بتخزن فيه الفائض وبيضخ في الشبكه بالعكس وقت ما الشبكه تحتاج، هتلاقي الخزان ده قائم. تخيل كده لو الخزان ده احنا جينا بعد فتره عايزين نكسره، ايه اللي يحصل في شبكه الميه في المنطقه بتاعتك؟ وتحتاج فتره قد ايه عشان تعمل خزان تاني؟ طبعا مشكله كبيره، عشان كده بنسميه منشأ استراتيجي، منشأ له أهمية مختلفة. تلاقي وقت اللاترال لود ادينا له حاجة اسمها معامل أهمية، منشأ مهم. ونيجي أثناء التصميم لازم ناخد بالنا منه، لأن لك أن تتخيل منطقة فيها خزان المية بتاعها وقع ومفيش أي إمدادات بالمية، مشكلة كبيرة. عشان كده الخزانات والمنشآت الاستراتيجية دي لازم تبقى منشآت ليها تفاصيل مختلفة واهتمام في التنفيذ نفسه مختلف قوي. طيب بعد كل اللي انتوا سمعتوه النهاردة، هل وارد ان حد ينفذ خزان وينهار؟ ده انت واخد معاملات في الامان في الخرسانة ان هي ما تشرخش. بالمناسبة لو انت حسبت القطاع بتاعك ان هو فرصة ان هو ينهار كام، هتلاقي ملوش فرصة اصلا للانهيار. ولكن الخزانات ليها مشكلتين، ليها مشكلتين اللي المهندسين بيغلطوا فيهم. اول مشكلة خطأ تنفيذ يؤدي الى تسريب مية، وانت بتنفذ ما اهتمتش بجودة الخرسانة وكثافة الخرسانة العالية وي 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 وحاجات كتير هنتكلم فيها، ما اهتمتش بالحاجات ديت، الخزان اتسرب منه مية، مشكلة. بالمناسبة لما بيجي الاستشاري يستلم منك الخزان، سواء خزان أرضي أو على وش الأرض أو خزان عالي، بيملاها بالمية قبل ما تعمل أي حاجة، خرسانة بس، بيملاها بالمية ويسيبه فترة يشوف هيسرب ولا لا. طبعا الخرسانة ساعة ما بيعدي منها مية بتقوم نطة رشح، عشان كده دي أخطر مرحلة موجودة من مراحل التنفيذ. بعد ما تخلص خزان خلص بالكامل وبتجربه، لو خزان أندر جراوند بعد ما بتنجح في التجربة دي بتردم، بتعزل وتردم. خزان ريستد اون سويل خلاص مفيش مشكله، خزان اليفيتد
مفيش مشكلة. بعد ما بتخلص الخزان، غالبا الخزان ده بينكسر من بره. الطبيعي لو هو اندر جراوند انت بتكسيه عزل، لو هو خزان ظاهر على وش الارض او فوق، الخزان ده بيبقى معزول من بره بطوب حراري عشان يحافظ على الميه جوه ما تتخنش. عشان كده معظم الخزانات العاليه انت بتبص عليها تلاقيها ايه، تلاقيها مكسيه من بره طوب كده اللي هو الطوب الوردي. الطوب ده عزل حراره. طيب المرحله الاخطر في الخزانات هي في مراحل التنفيذ، ان انت تنفذ خزان وفي خطأ زي ما قلنا. لو الخطأ ده خطأ هندسي، يعني قريت خانة غلط ونفذتها غلط، أو جودة خرسانة ضعيفة جات لك، ففرصة حدوث التشريخ في الخزان أصبحت موجودة لأن أنت قللت الـ FSU مثلا. لو في تنفيذ للتسليح غلط، ساعتها التسليح بيبتدي يشيل. عامل وصلات في التسليح غلط، الخزان يبقى له فرصة للانهيار. بالمناسبة الخطأ في انهيار المباني، الخطأ في انهيار المباني بيبقى فرصته 1 في 1000 بالديزاين اللي انتوا بتصمموه ده. ويحصل الخطأ ده نتيجة ايه؟ خطأ معرفي او خطأ ديزاين، خطأ حسابي. فرصة حدوث الخزانات مش موجود اصلا، فرصة حدوث انهيارات الخزانات مش موجود اصلا. فلو انت شغال في خزان ولا قدر الله الخزان انهار، تعرف ان في مصيبه كبيره. ماشي يا باشمهندسين؟ يمكن ان شاء الله في المحاضره اللي جايه هديكم جزء خاص بالريكتانجلر تانكس، واحاول اتكلم معاكم في حاجات خاصه بالتنفيذ، لان معظم الدوله النهارده اتجاهاتها راحه للمنشات الاستراتيجيه والمشاريع البنيه التحتيه، وهيتطلب كتير قوي محطات صرف وكلام زي كده. و كل الكلام ده عبارة عن خزانات وديزاين خزانات. احنا يمكن ما قدرناش نديكم جزء كبير الترم ده، اتمنى ان انتوا حتى في الترم الثاني تحضروا مع رابع انشاءات، او على الاقل انا بحط الفيديوهات اللي احنا بناخدها باستمرار على القناة بتاعتي اللي موجودة، اللي انا كنت بعت لكم اللينك بتاعها قبل كده، تابعوا وان شاء الله هيبقى فيه ايه كل المنهج بتاع رابعة بتاع الترم الثاني هاخده احطه ان شاء الله على القناة. ربنا يوفقكم وإن شاء الله نتقابل على خير يوم الحد الجاي، هتبقى آخر محاضرة بالنسبة لي هندي فيها Rectangular Tanks. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور نسى يقفل الريكورد ده يا جماعة. لما الناس كلها تخرج من الميتنج يا طارق الريكورد هيقفل لوحده.